هو بصراحة يعني أول حاجة جت على بالي ما أشبه اليوم بالبارحة. يعني إحنا دلوقتي قاعدين، معرفش الجمع ده أنا البداية بتاعته كانت أشبه بمؤتمر من مؤتمرات الحزب الوطني. إحنا منتظرين أولا الحكومة الانتقالية دي منذ توليها، الجملة الوحيدة اللي بنقولها يعني نرحب بالحكومة الانتقالية في مصر لأنها جاءت تبحث التعاون بين البلدين، بلد تانية هم حكومة انتقالية فيها ومصر اللي هم ما بيعملوش فيها أي حاجة، عشان يطالعنا دلوقتي الدكتور علي السلمي بالمبادئ، مبادئ حاكمة للدستور، مسودة مبادئ حاكمة للدستور ومعايير اختيار للجنة. المبادئ كلها مطروحة من أجل تمرير المادة 9 و10. المادة 9 و10 تؤله المؤسسة العسكرية تأليها تاما على الدولة وتعطيها سيادة تامة، لا يستطيع أحد المناقشة فيها أو الطرح فيها أو النظر فيها أو أي حاجة، بتعطيها سيادة تامة على كل شيء. أوكي، إحنا عندنا مبدأ أساسي من أمن العقوبة أساء الأدب، أنت دلوقتي خليتهم في غير موضع عقوبة أصلا، وجي في المادة 10 عمل حاجة مجلس الدفاع الوطني، مجلس الدفاع الوطني لم يعرف قانونه ووضعه كيان رخو لأهداف غير معلومة، فبالتالي هو ده تتويج للتأليه الذي قام به المؤسسة العسكرية. وجه في معايير الاختيار للجمعية التأسيسية أضاف ليها سلطة سيادية للمجلس العسكري على الموافقة على هذه الجمعية، مع ضمانة أن تكون الجمعية هذه محتفظة على الأقل ب50% من الفلول باعتبارهم لسه موجودين في النقابات وفي الجامعات، ولم يترك حرية الشعب لا في اختيار الدستور ولا في اختيار من يعد الدستور. احنا حضرنا النهاردة لهذا المؤتمر لأنه هذا المؤتمر بيحدد مصير الشعب المصري، وهذا المؤتمر في منتهى الأهمية، خاصة إن هو بيحط اللجنة التأسيسية أو بيعمل صياغة دستور مصر في المرحلة القادمة. احنا اتكلمنا وكان لنا مداخلة، ومداخلتنا قلنا إن يجب إن تمثيل شباب ثورة 25 يناير، يجب تمثيل كفاية و6 أبريل وشباب الثورة واتحاد الثورة، لأن فعلا إن هم دولت الأمر بالثورة، إزاي شباب وناس أمر بالثورة لا تمثل في اللجنة التأسيسية اللي هي عددها 80 شخصية مصرية، أو خاصة إن دولت قدموا شهداء وقدموا مصابين وقدموا جرحى وكثير من التضحيات التي قدمت في ثورة 25 يناير. لا يوجد أي أحد يملك فرض أي مواد، كل المطروح هو عمل توافق بين القوى السياسية على مبادئ أساسية تسترشد بها الهيئة التأسيسية، والاتفاق هنا ليس ملزما ولكنه استرشادي، هذا الذي نقوله وهذا الممكن، غير هذا غير مقبول. لا يملك أحد أن يفرضها على في برلمان، في إرادة الشعب، من يملك أن يتجاوز إرادة الشعب؟ الله، إحنا بنحترم الشعب ده ولا لا نحترمه؟ الشعب تم الاستفتاء وفي الاستفتاء وقال رأيه، والشعب ده مطروح عليه الآن انتخابات برلمانية يختار برلمان اللي هو عايزه. لابد من احترام رد الشعب الذي يجري هذا التفاف فعلا رد الشعب باختصار شديد. يعني بيقول رقم 3، بيقول اذا لم تنتهي الجمعيه التاسيسيه من اعداد مشروع الدستور خلال ال6 أشهر المنصوص عليها في اعلان الدستور لاي سبب من الاسباب، يكون للمجلس الاعلى للقوات المسلحه بما له من سلطات، يعني هو اقر ان هو رئيس جمهوريه لتشكيل لجنه تاسيسيه، يعني ممكن هو في خلال ال6 شهور دول يعطل الناس انه ما يعملوش لجنه تاسيسيه عشان هو يبتدي يعمل لجنه تاسيسيه باسمه هو او حسب بيقولوا كده حسب مزاجه. طب هو ليه لازمه الموضوع ده؟ ما تقول انا عايز اعملها وخلاص، لو انت اصلا عايز تعمل لجنه على مزاج حضرتك ما تعملها. ان انا شايف ان ده يعني نقطه استفزازيه قوي قوي قوي، وشايف ان هو ما اضافش بالنقطه دي الا ان يستفز الناس ويستفز الشعب المصري. المؤتمر اللي تم النهارده دكتور علي السلمي بيدخلنا في متاهة، المتاهة بتلعب عليها الوزارة بقالها 9 شهور، احنا ما بقيناش عارفين الوزارة دي لونها ايه، ائتلافية ولا مؤقتة ولا وزارة وفدية، ولا احنا ما بقيناش فاهمين الوضع ماشي ازاي. جرونا في 9 شهور، استخدموا معانا سياسة الابواب المفتوحة، وتفضلوا وقعدوا قولوا ارائكم ورقنا بقى يترمي في الدرج. بعد كل دوت انت مين وبتتكلم باسم مين، ومين يديك شرعية تتكلم باسم مصر؟ وبعد كل اللي بيحصل دوت الحقوا اعملوا انتخابات، الحقوا اسسوا احزاب، جرينا في توكيلات وعملنا احزاب ونزلنا قوائم، وبعد ما دخلنا في انتخابات قال لك لا استنى شويه هنعمل مبادئ فوق دستوريه اللي هو متاكد ان الاخوان مش موافق عليها، والاخوان قالت هينزلوا يحتلوا الشوارع لو اقروا كده. هل الوزاره بتسعى ان يحصل صدام في البلد وتعلن احكام عرفيه، ولا الوزاره محتاجه ايه مننا بالظبط تحدد لنا هي عايزه ايه؟ وبعدين ما ينفعش يبقوا عاملين مؤتمر وداعيننا فيه والسيد الاستاذ الدكتور وزير الصحه عامل اجتماع مع رئيس اتحاد النقابات المستقلين في الكوريدور كمال ابو عيطه، والدكتور منير فخري عبد النور قاعد بيلعب في الموبايل،
والدكتور علي السلمي بيبص في ورقه ولا اي بدون اي معاناه لاي اي شخص بيتكلم ولا اي حد بيقول ايه ولا ايه الكلام اللي بيتقال. طب انا قاعد بعمل ايه؟ اخلي الناس دي تجتمع في اي مكان وتتكلم وتديني نتيجه في الاخر صح. اللي بيحصل ده اسمه مهزله. الوزاره لازم تحط خط ولازم تعرف سياسه تمجيد الرؤساء انتهت، لازم يتعظوا من اللي فات. دكتور علي السلمي احذر، انت ماشي على طريق شائك، انت بتكلم مسيره الدكتور يحيى الجمل وما اتعظتش من اللي حصل معاه.